خبر من التموين اللي بتطالب البقالين بالالتزام بنسب صرف السلع. جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارها الصادر للبقالين التموينيين بشأن الالتزام بنسب صرف سلع المنظومة التموينية وهي السكر، الأرز، الزيت. وأكدت وزارة التموين في خطابها صرف 2 كيلوغرام من السكر للفرد وزجاجة زيت لكل فرد و2 كيلوغرام أرز للبطاقة. كما شددت وزارة التموين على عدم التجاوز بأي حال من الأحوال ببيع أي كميات من السلع الاستراتيجية للمنظومة التموينية حسب المعدل المتفق عليه، مع استكمال باقي صرف المستحق من سلع المنظومة التموينية الأخرى. كان ربط السلع الأساسية المدعمة على بطاقات التموين شهريا في وقت سابق لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بمعدل كيلو سكر، كيلو أرز وزجاجة زيت طعام. من ناحية أخرى أكدت وزارة التموين متابعتها المستمرة لانتظام صرف السلع التموينية بالتقارير اليومية والحملات الميدانية بالتعاون مع مديريات التموين بكافة المحافظات.